عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ومرحبا بكم في القناه تاعي، قناه فيمن تيبس دي زد. اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه سهله تاع البغري وناجحه 100%، وما تخليها لا تخمر لا والو وتنجحك. معليش نطول عليكم في الهضره، كيما هنا راكم تشوفوا اني دايره خميره تاع العجين تاع الخبز. غادي نزيد معاها شويه سكر، قليل مغرف صغيره، ندير معاها ماء دافي ونخليهم على جهه. غير هو نعبروا غادي ندير من هذا الكاس 3 كيسان تاع السميد. اللي عبرت به تاع الخماره اللي درت فيها الماء هو اللي نعبر به نعمرها كاع. ندير 3 كيما هكا تاع السميد، هاهو هذا الثالث. الكاس غير هو تاني غادي نعبر بيه نص كاس تاع خمار تاع فرينة، غير نص كاس. هاولا غير نص كاس تاع فرينة. وغادي ندير معاه واحدة خميرة كيميائية، هاي اللي كيما راكم تشوفوا درت معاها الخميرة الكيميائية مع الفرينة، خليتهم شوية ونديرهم معاهم. وغادي ندير هذيك الخمارة، هاي الخمارة تاع مع السكر اللي درتها قبيلة، غادي نقيسها فيهم. وغادي نزيد عليهم 3 كيسان تاع ماء. انا الماء نديره دافي، العجين نورمالمون كاع الماء تاعه نديروه دافي باش الحاجه تخمر لنا بالخف. اي عجين نديرو له ماء دافي. هاولا الكاس الزاوج، انا غادي ندير 3 كيسان ونعاود نولي لكم. وباينه باللي انا درتهم، وباينه باللي ما تنسوش قرصه تاع الملح باش ما يجينا السامر. غادي نخلطه كيما هكا، تخلطها في 5 دقائق هكا. ولي عندها ميكسر ولا باتور ولا تخلطها بالباتور واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تشوف هذوك الفقاعات يطلعوا تحبس. راكم تشوفوا خلطته شويه 5 دقائق ولا، وغادي نخليه يرتاح واحد ربع ساعه 15 دقيقه ونجو نطيبوه مع بعض ونوري لكم النتيجه وان شاء الله تعجبكم. وسيوها سيرتو هذوك اللي ما يعرفوش المبتدئات، سيوها سهله بزاف وما فيها حتى حاجه، ان شاء الله تعجبكم. البنات النتيجه النهائيه انا خليته يريح 10 دقائق وراني نطيب فيه، وان شاء الله تعجبكم الوصفه وان شاء الله تجربوها وتهلاو في رواحكم.